من جديد فيما يتعلق بسير التحقيقات إلى الآن، وهل تتوقعي مفاجآت؟ أهلا وسهلا بكم مشاهدين. يعني الجديد هو بعض الفيديوهات التي أفرج عنها التي تظهر كيف أن نانسي بيلوسي كانت خائفة، يعني وتمت هربت اختبأت من الذين اقتحموا الكونغرس. أيضا ميت رومني كان معرضا لهذه يعني لهذا الخوف، حيث اضطر ان يهرب. احد ضباط الشرطه ساعده وحوله للهروب مباشره، لان المقتحمين خلفه، يعني كان يمشي في طريق هو طريق المقتحمين، وفيما اذا استمر في طريقه كان سيتعرض للأذى. تظهر الفيديوهات ايضا ان المحتجين كانوا ينوون قتل كثير من أعضاء أو بعض أعضاء مجلس النواب، كانوا يبحثون تحديدا عن شخصيات معينة. بعض هذه الفيديوهات قد تم يعني عرضها للعامة من قبل وبعضها جديد، ولكن الوضع التنسيق الذي وضعت فيه هذه الفيديوهات جميعا تظهر ترتيب معين، يعني نية مسبقة لاقتحام الكونغرس، تظهر تحريض مسبق من الرئيس ترامب من خلال الأشهر السابقة على يعني حتى من قبل بداية الانتخابات، من قبل بدء الانتخابات، أن هناك افترض أن هذه الانتخابات ستكون مزورة وأنه لن يخسر إلا إذا كانت الانتخابات مزورة، وأن عليهم طيب، بس هو الفكرة يا أستاذة نادين في هذه الأدلة الجديدة، يعني البعض منذ أن بدأت هذه المساءلة يقول أن إدانة ترامب ستكون صعبة للغاية بسبب الحاجة ل 17 صوتا من أصوات الجمهوريين. هل تعتقدي أن هذه الأدلة الجديدة يمكن أن تقدم جديد، يمكن أن تغير المعادلة وفعلا تكون هي عامل المفاجأة في الموضوع؟ يعني بعض السيناتورات الجمهوريين في مجلس الشيوخ قالوا أنه لم يكونوا على علم بأن الأمر بهذه الخطورة، ولكن هذا لا يعني أن قد يتغير المشهد بشكل كبير. لينسي غراهام مصر على موقفه، قال أن صوت أن يعني الصوت الذي يقول غير مذنب not guilty يتعالى، وأن السيناتورات الجمهوريين مصرين على موقفهم من أنه لن يتم إدانته، ولكن هذا الكلام قد يكون غير دقيق. يعني نسمع تصريحات من هنا وهناك، في المجمل السيناتورات مما رأوا قد دب فيهم يعني نوع من الخوف، لأنهم كانوا كلهم تحت التهديد، وهذا ما أراد بأن يصيب به محامي الادعاء، أن يصيب به أعضاء مجلس الشيوخ، أن يريهم الحقيقة التي كانوا متعرضون لها بعلمهم أو بدون علمهم. طيب، وأن يروا أن في ذلك تهديدا، وأنه قد تتصاعد أصوات معينة لإدانة رئيس ترامب. الشق الثاني أستاذة نادين والتهمة الثانية، التحقيق المنفصل الذي يواجه دونالد ترامب أيضا في جورجيا، واحتمالية حتى أن يسجن لمدة عام. نعم، هذه التحقيقات تتكاثف كلها، لأن هذا الوقت حسب ما يراه الديمقراطيون يجب أن يستثمر بالكامل. يعني الضغوط كلها تجري مع بعضها على الرئيس السابق ترامب لإدانته، لأن ذلك مثلا إدانته في جورجيا وملاحقته في نيويورك، هذه الأمور كلها تدعم القضايا، تدعم بعضها في مجلس الشيوخ. ولكن وإن نجا من مجلس الشيوخ من إدانته في مجلس الشيوخ، بالفعل هناك ملاحقة قانونية معروفة مسبقا أنها ستتم في نيويورك. الفضيحة التي جرت في جورجيا وطلبه لأصوات لإكمال، عندما قال نحتاج فقط إلى 11 صوتا، عندما طلب ذلك من 11 ألف صوتا، عندما طلب ذلك من سكرتير جورجيا، بالفعل هذه كانت فضيحة، يعني تشعر بالشفقة على رئيس ترامب أنه وصل لهذه المرحلة، وهذا حديث مسجل. يعني كيف لا يدرك أن هذا الموضوع هو خرق للقانون؟ واضح أنه كان في حالة يأس حتى لجأ إلى هذا الموضوع. هذه المواضيع عندما تجمع كلها مع بعض وتتم ملاحقته بهذه الطريقة، القضايا تدعم بعضها، قدمت تغيرا في المشهد، ولكن موقف الجمهوري الذي هو مرتبط بالتخوف على مستقبلهم السياسي، التخوف من انقسام المجتمع، يعني ما زال يلعب دورا، وما زلنا ننتظر اليوم الدفاع كيف سيقدم دفاعه. أشكرك أستاذة نادين ساندرز، الصحفية المتخصصة في الشؤون الأمريكية والشرق أوسطية، على مظاهر متواصل.